أكثر قضية سيندم عليه الإنسان متى ما وضع في قبره ووسد التراب أنه قد قصر في تحقيق مقام الاستغفار لله سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بالجانب الكمي، مراجعة النفس في كمية الاستغفار، في كمية ذكر الله سبحانه وتعالى. عبودية الذكر من أغرب العبوديات، هي من أسهل العبوديات من جهة معينة، لأنها لا تستدعي من الإنسان تفصيلا في طقوس وأشياء كثيرة معينة، لا تستدعي من الإنسان إلا أن يحرك لسانه ذاكرا لله عز وجل، لكنها من أكثر العبودية تقصيرا في حياتنا. لو استحضر الإنسان هذا المعنى، كم مقدار التسبيح من يومك وليلتك، كم من الدعاء لله عز وجل، كم مقام الاستغفار في يومك وليلتك، أنا أزعم أن عندنا إشكالية حقيقية فيما يتعلق بهذه المسألة. استحضروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المذهل لما قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. أنت الحين لما تصل إلى منتهى هذا الحديث، قضية الجهاد، وليس الجهاد فقط، جهاد يستشهد فيه الإنسان. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: تبي تعرف فضيلة عمل معين يقع عند الله عز وجل أجل وأعظم من هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: ذكر الله. ما أنسى حقيقة لما ورد علي هذا الحديث في طفولتي، كان حديثا مذهلا على المستوى الشخصي. لكن الأزمة يعني، وأزمتنا هي أزمة الفتور، أزمة التقاعس، أزمة النسيان، أزمة الغفلة. كثرت الإنسان تفقدنا الإحساس، كثرت ورود هذه الأحاديث المتعلقة بمثل هذه الفضائل أفقدتنا تفصيل الاستشعار لمثل هذه المعاني. ولذا من الأشياء اللي أحاول أن أطوع نفسي وأدربها عليه لمحاولة استذكار تلك المشاعر الأولية، محاولة تلمس كيف كان وقع هذا الحديث على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حين قرع أسماعهم للمرة الأولى. يعني تخيلوا هذا المعنى الشرعي كان غائبا، ليس موجودا. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يبين لهم هذا الحديث، كيف تتوقعون ابتهاج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبودية؟ يستحضر الإنسان هذه اللقطة، هذه الشهادة، يحاول من خلالها أن يحيي مواتا وقع في قلبه بتحقيق